يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المسافر يقصر ويجمع الصلاة وهو متواجد في شقته أو عند البحر والمسجد بجواره؟ إذا كان يسمع النداء لا يجوز له أن يصلي في شقته وإن كان مسافرا، يجيب النداء ويصلي مع الناس ويكمل الصلاة معهم. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، أو فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. الذي يسمع النداء لا يسعه أن يتخلف عن الحضور والصلاة مع المسلمين ولو كان مسافرا. نعم.